زين. وعليكم السلام دكتور اياد، ارجوك حسن لي حلمي، حلمت اني اتحضر لزفافي والفستان يكون قديم لكن لما البسه يكون جديد وحلو تكراره. يعني هو الفستان هنا هو الستر، ان ربنا كاتب لك اياه منذ الولاده، انك لما تلبسه يصير جديد معناته ان هذا الشيء يجب ان لا تفقدي املك بالله سبحانه وتعالى، يجب ان تحسني الايمان بالله والثقه بالله انه راح يكون يعني نصيبك مكتوب عنده، وراح تحصل الرجل او الشخص المناسب اللي يخاف عليك ويحطك في عيونه والعلم عنده.